السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من قسم المسالك البولية كلية الطب جامعة الزقازيق. برحب بحضراتكم، أنا عبد اللطيف زايد أستاذ بالقسم، وهنتكلم إن شاء الله النهاردة على موضوع اليوروليتيزيس، وده تالت أكثر المواضيع انتشارا في المسالك البولية. يوروليتيزيس ده معناه حصوات المسالك البولية، وأصل الكلمة لايسوس يعني حصوة أو كالكولس. دي مترادفات عشان بس نبقى عارفين الموضوع ده، من أهم المواضيع اللي حضرتك هتقابلها في أي كان تخصصك. أنت هتشوف مريض عنده حصوات في المسالك البولية، قريبك، صديقك، جارك، في أي تخصصك هيجي هتشوف أو هيتسأل أو هتقابل حالة مريض عنده حصوات في المسالك البولية. عشان كده الموضوع ده لازم نهتم بيه. في الامتياز ان شاء الله في الطوارئ او في الاستقبال هيجي لك مريض عنده مغص كلوي نتيجة حصوات المسالك البولية، فعشان كده الموضوع ده ليه وضع خاص، انك لازم تبقى عارف الاساسات العلمية او الاسس العلمية لهذا المرض. مرض او اليوروليثيزيس بيجي اكتر في سن من 20 ل 40، من 20 ل 40 سنة ده السن، لكن ممكن يجي قبل كده، ممكن يجي قبل كده، ممكن يجي في أطفال، وممكن يجي في أكبر من 40 سنة ده عادي، بس البيك إيج من 20 ل 40 سنة. بيجي أكتر في الميل أكتر من الفيميل، وفيه جيناتيك فاكتورز أو فاميلي هيستوري بتكون موجبة أو بنلاقيها موجودة في ربع الحالات اللي عندهم ريكارنت ستونز. نظريات تكوين الحصوات عموما، اول نظريه عندنا اسمها سوبر ساتوريشن ثيوري. يعني ايه سوبر ساتوريشن ثيوري؟ لو معناها ان الملح بيكون مركز جدا في البول، او الاملاح بتكون مركزه جدا في البول، فبتبتدي تترسب. يعني ازاي الفكره ديت؟ لو حضرتك جبت كوبايه وحطيت فيها ميه، وحطيت في الميه ملح، وقلبت لحد المحلول ما بقى مشبع، يعني خلاص بقى ما بيستقبلش او ما فيش ملح تاني هيقدر يدوب، يبقى المحلول ده بنسميه ساتوريتد. لو سيبنا كوباية المية ديت في يتبخر منها جزء من المية، هيبقى المحلول اللي متبقي سوبر ساتوريتد. بعد كده السوبر ساتوريتد سولوشن ده هيبتدي بعد شوية تترسب الأملاح اللي فيه ويكون حصوات. ودي فكرة أساسا استخراج الملح من مياه البحر، إن هو ياخد جزء من البحر على الشط ويعمل له سيباريشن أو سيكوستريشن من البحر، ويسيب المية تتبخر، فتبتدي المية اللي موجودة تبقى سوبر ساتوريتد، ويسيبها أكتر تتبخر لحد تقريبا كل المية ما تتبخر، فيتبقى الملح يبتدي يترسب ويتكون يبدأ يجمع. هي نفس الفكرة، إن الأملاح اللي موجودة نورمالي في اليورين لو بقت مركزة، النظرية بتقول كده، لو المياه دي الأملاح دي بقت مركزة وصلت لمرحلة السوبر ساتوريشن، هتبتدي تترسب وتعمل حصوات. ديت النظرية الأولى اسمها السوبر ساتوريشن ثيوري. في الحقيقة إن أحيانا في الصيف وفي الوقت الحار، واحد يكون ما بيشربش مياه كتير أو صايم، برضو ممكن يعمل حصوات أو ما يعملش حصوات. طب هي الفكرة فين؟ لقوا ان الناس اللي بيكونوا حصوات، الموضوع مش فقط ان يكون في سوبر ساتوريشن، ده في فاكتورز تانية موجودة. لقوا ان الناس دولت بيكون عند بعضهم نقص في استتريت، او نقص في حاجات معينة موجودة في اليورين، فقالوا ان الحاجات ديت، ان الستريت وبعض الحاجات اللي هنقول عليها، بتكون هي سبب اللي بتمنع تكوين الحصوات، يسموها inhibitors. الانهيبيتورز دي لو ناقصه يبقى هو ده سبب تكوين الحصوات. النظريه بتقول كده، inhibitors لك lack of inhibitors او deficient inhibitors، زي ما قلنا الستريت او المغنيزيوم او certain peptides، دولت لو مش موجودين يبتدي تتكون الحصوات. فدي فكره، هي الحصوات بتتكون ازاي؟ يبقى في سوبر ساتوريشن او في نقص في الانهيبيتورز اللي موجودة، فبيبتدي الحصوات تتكون. في نظريات تانية لتكوين الحصوات، زي مثلا لو في، هقول لحضراتكم بس حاجة،
ان الحصوة اساسا اللي احنا بنستخرجها من مريض ما بتبقاش زي الحصوة اللي موجودة في الشارع. الحصوة اللي موجودة في الشارع لو خدناها تحت الميكروسكوب هنلاقي تركيبها ممكن مواد ما هياش عضوية، لكن لو خدنا حصوة خارجة من جسم انسان وشفناها تحت الميكروسكوب هنلاقي فيها عبارة عن ماتريكس او زي شبكة كده من المواد العضوية، وجواها المواد الغير عضوية او الاملاح زي الكالسيوم والاوكساليت، زي الكالسيوم والاوكساليت واليوريك اسيد ممكن تبقى موجودة المواد ديت. دي نظريات تكوين الحصوات. طب ايه سبب بقى الاساس لتكوين الحصوات؟ ان يبقى عندي يعني ليه جسم الانسان بيكون حصوات؟ في اسباب بقى كتيرة زي زيادة الكالسيوم في اليورين او زيادة الاوكساليت في اليورين او زيادة اليوريك اسيد في اليورين او زيادة السيستين في اليورين. كل دي حاجات زيادات في اليورين في نوع من الاملاح، وديت الاسباب بتاعتها موجودة قدام حضراتكم. الاسباب ديت تخلي الزيادات دي تعمل سوبر ساتوريشن وبعد كده يبتدي تترسب وتعمل لنا حصوات. ان يكون في انفكشن، الانفكشن نفسه بنوع انواع معينه من الاورجانيزمز بتعمل سبليت لليوريا وتطلع امونيوم وتخلي اليورين الكالاين، واليورين لما يبقى الكالاين يبتدي يترسب عندنا الفوسفيت ويبتدي يترسب عندنا ومعاهم المغنيسيوم والامونيوم يترسبوا مع بعض، وفي وجود الكالسيوم يبتدي يعمل لنا انفكشن السون هنتكلم عنها بعد شويه. كمان فيتامين اي ديفيشنسي ده يعمل هايبر كراتوزيس في اليوروثيليوم، والهايبر كراتوزيس ده يعمل نيوكليس للستون تبتدي تترسب عليها لما يكون برضو اليورين سوبر ساتوريتي، فتبقى عاملة زي نواة لتكوين الحصوات. ديت يعني أسباب تكوين الحصوات، وكلها في الأساس سببها السوبر ساتوريشن. سوبر ساتوريشن يجي أكتر في الصيف ولا في الشتاء؟ يجي اكتر في الصيف، عشان الصيف بيكون حر وفي اليورين بيكون هايلي كونسنتريتد، فعاده بنشوف مريض الحصوات بنشوفه اكتر في فصل الصيف، او عاده يجي لنا في فصل الصيف او في فترات الصيام الطويله. انواع الحصوات، انواع الحصوات هنقسمه كده عشان ما ننساش، حصوات فيها كالسيوم وحصوات ما فيهاش كالسيوم. الحصوات اللي فيها كالسيوم عادة بتكون راديو اوبيك. راديو اوبيك يعني ايه؟ يعني لما نعمل اشعة تظهر في الاشعة العادية، نعمل اشعة عادية تظهر لنا الحصوة، يسموها راديو اوبيك ستونز او حصوات غير شفافة بتكون فيها كالسيوم. ايه الحصوات اللي فيها كالسيوم يدخل في تركيبها الكالسيوم؟ اول نوع واكثر الانواع شيوعا اسمه كالسيوم اوكزاليت ستونز، تاني نوع كالسيوم فوسفيت ستونز، تالت نوع الانفكشن ستونز اللي قلت لحضراتكم عليها اللي بتتكون في الكالاين يورين نتيجة يورييز بروديوسينج اورجانيزم. يورييز ده انزيمز، بكتيريا معينة زي البروتياس او كليبسيلا بتطلع انزيم يورييز. اليورييز ده يعمل سبليتنج لليوريا اللي موجودة اصلا في اليورين فيطلع منها امونيوم. طيب الامونيوم يخلي اليورين الكالاين، في وجود الفوسفيت والمغنيسيوم الثلاثة دول مع بعض وجود الكالسيوم يبدأوا يعملوا نوع معين من الستونز اسمه انفكشن ستونز، أو بنسميها استروفايت ستونز، أو في تسمية تانية اسمها تريبل فوسفيت ستونز. تريبل فوسفيت يعني ايه تريبل فوسفيت؟ يعني كالسيوم ومغنيسيوم وأمونيوم الثلاثة دول مع بعض تريبل، هم كالسيوم ومغنيسيوم وأمونيوم ثلاثة، ثلاثة دول يمسكوا في الفوسفيت اللي هو ثلاثي التكافؤ، يمسكوا في الفوسفيت ويطلع عندنا التريبل فوسفيت ستونز. تمام. طيب في النوع الثاني من الحصوات هو نون كالسيوم كونتيننج ستونز، دولت عندنا نوعين اللي هما اليوريك اسيد ستونز، واليوريك اسيد ستونز بتكون راديو ليوسنت ستونز عشان ما فيهاش كالسيوم فبتكون راديو ليوسنت ستونز، وديت نسبتها حوالي 10% من الحالات. يعني ايه بقى يوريك اسيد ستونز ديت؟ لو عملت اكس راي ب
بلين اكس راي او كيو بي زي ما قلنا قبل كده، مش هتكون ظاهرة عندنا. يعني تعمل للمريض الاشعه، اشعه عاديه ما تظهرش. طب ممكن تظهر في السونار، ممكن تظهر في السونار. طب ممكن تظهر في السبايرال سي تي زي ما هنقول في الانفستيجيشن، ممكن تظهر في السبايرال سي تي، لكنها في الاشعه العاديه بتكون ريتيوليوسنت ستونز. وده من ضمن الاسئله الشهيره اللي بتيجي في الام سي كيو، يقول لك قول لي ريتيوليوسنت ستونز هي ايه ودي كل انواع الستونز، فيبقى الاختيار عندنا هو اليوريك اسيد ستونز. النوع الثاني اللي ما فيش فيه كالسيوم حاجه اسمها سيستيني ستونز. السيستيني ستونز بتكون راديو اوبيك ولا راديو لوسنت؟ لا، هي كده بقى ايه، نص نص كده. يقول لك فينت راديو اوبيك، فينت راديو اوبيك. ليه فينت راديو اوبيك؟ فينت راديو اوبيك لان في تركيبتها فيها سلفر اللي هو الكبريت، يعني من ضمن السيستين ده امينو اسيد، من ضمن تركيبته او في الرسمه في الرمز الكيميائي بتاعه فيه سلفر. السلفر او الكبريت ده بيكون راديو ابيك، فتبان فينت راديو ابيك. طب هي راديو ليوسين؟ لا، ما نقدرش نقول عليها راديو ليوسين، وما نقدرش نقول عليها راديو ابيك، او لا، بنقول عليها دايما فينت راديو ابيك. طيب هل الحصوه لما بنلاقي نوع من الحصوات هو يعني لازم تبقى كالسيوم اوكساليت او كالسيوم فوسفيت كده بس؟ لا، بتبقى عاده في معظم الاحوال بتكون ميكسد ستونز، يعني نلاقي فيها يوريك اسيد ونلاقي فيها جزء تاني كالسيوم اوكساليت، ونلاقي كل جزء تاني فيه كالسيوم فوسفيت. عادي ممكن تلاقي فيها اكتر من نوع. المريض هيشتكي من ايه؟ مريض الحصوات طبيعي، يعني نحن يكون زي الصورة كده، ان هو بيشتكي من مغص كلوي، او يجي يشتكي بألم في مكان الكلى او في الرينال اريا. والرينال اريا ديت تبقى موجوده بعد اللاستريب والساكروسباينالز، ما بين اللاستريب والساكروسباينالز ماسل. وتلاقي المريض دايما حاطط ايده زي ما هو في الصوره كده في المكان ده، ده المكان اللي فيه الالم اللي بيشتكي منه. طب الالم ده يعني ثابت في مكانه؟ ايوه، بيكون ثابت في مكانه وعامل تسميع او ريفيرال للانتيريور والانر سايد اوف ذا ساي او التستس او الليبيا. يبقى رينال بين كوليك ان نيتشر سادن اوتست اور اند اوفست ان ذا فلانك. هذا الالم ليس له علاقه بالوضع، يعني المريض نايم، المريض صاحي، المريض قاعد، المريض بيتحرك، الالم بيكون ثابت. ده علشان نفرقه من الالم اللي بيجي نتيجه في حاجه في العضلات او في مفاصل الظهر. يقول لك الالم ده، يقول لك بيجي مع الحركه. الالم ده بقى اللي هو في الرينال كوليك ما بيجيش مع الحركه، ملوش علاقه بالحركه، يعني لا يزيد ولا ينقص. مش معنى ان المريض يتحرك كده او يتحرك كده يبتدي يزيد الالم، لا، الالم ده هنلاقيه موجود في كل الاوضاع. كمان الالم ده يعني لازم نفرقه من الالم بتاع، لو هو في الناحيه اليمين نفرقه من الالم بتاع الاكيوت ابندسايتس. ودي من الحاجات برضو اللي لازم ناخد بالنا منها، ان الالم ده احيانا بيكون شبيه او الى حد كبير، لازم نتعلم ازاي نفرقه من الم الاكيوت ابندسايتس. اكيوت ابندسايتس ده مش هتدي فيه انالجيزك، ده هتبتدي تتعامل فيه جراحيا. لكن الرينال كوليك اول حاجه في علاجه بنديله انالجيزك زي ما هنقول بعد شويه. ممكن المريض يجي يشتكي لو الالام دي شديده جدا، نلاقي معاها جي اي تي سيمبتومز، يعني مع الالم الشديد ده نلاقي فيه فومتي، نوزيا وفومتي. فالنوزيا وفومتي ده نتيجه الالم الشديد اللي موجود. هنلاقي فيه هيستوري اوف سيميلر اتاك، يقول لك ده مش اول مره تجيله، ده جاله الالم ده قبل كده. كمان ممكن يكون فيه هيماتوريا عند بعض الناس. واحيانا نكتشف الستونز ديت مريض بيعمل اشعه لاي حاجه تانية ويكتشف ان هو عنده ستونز، ودي في نسبه قليله من الحالات. الفحوصات اللي انا مفروض اعملها للمريض بتنقسم لنوعين، يا اما فحوصات مخبريه او في المعمل او لاب انفستيجيشن، او فحوصات في قسم الاشعه بعملها اكس راي او الترا ساوند.
بالنسبة للفحوصات اللي انت حضرتك هتطلبها لاب انفستيجيشن، اول حاجة ممكن تعمل ببساطة شديدة جدا تحليل بول. تحليل بول هيديك صورة لو في انفكشن هيبان فيه هيبان انفكشن، لو في هيماتوريا هيبان هيماتوريا، لو في وايت بلاد سيلز عالي هتبان لك في اليورين. تاني حاجة هعمل رينال فانكشن تيست. تالت حاجة ممكن اشوف اليوريك اسيد لو انا شاكك ان هو عنده يوريك اسيد ستونز، ممكن اشوف اليوريك اسيد او اشوف السيرم كالسيوم او الباراثايرويد هرمون. ممكن دي الفحوصات اللي يعني بنعملها للمريض لاب انفستيجيشن. طب ايمجينج ستاد او اكس راي، بعمل بلين اكس راي او كيو بي. كيو بي ده اختصار كيدني يوريتر بلادر. بلين اكس راي بنشوفها لو في راديو بيك ستونز هتظهر عندي. طب هي لو راديو ليوسنت، ايه هي راديو ليوسنت قلنا عليها؟ اليوريك اسيد. لو هي راديو ليوسنت هتظهر عندي؟ لا مش هتظهر عندي، عشان كده بنعمل كمان ابدومنال الترا ساوند. يبقى البلينكس راي والابدومنال الترا ساوند دولت هيبنوا لي لو في ستونز. طب الالترا ساوند لو في اي ستونز في الكدني تظهر عندي. طب لو ستون في اليوريتر مش هشوفها في الالترا ساوند، الالترا ساوند هيبين لي لو في ستون في الكدني او ستون في البلادر. ستون في اليوريتر مش هتبان عندي. طب لو في ستون في اليوريتر ممكن يبان تاثيرها وانا بعمل الترا ساوند، يشوف الالترا ساوند الاقي فيه هايدرونفروزيس او باك بريشر تشينجز. طيب ايه بقى الانفستيجيشن المهمه جدا 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 في حالات الستونز؟ هي ان انا اعمل سبايرال سي تي وذاوت كونتراست. يعني ايه وذاوت كونتراست؟ يعني ما بديش للمريض يوروجرافين وانا بصور المريض من غير اي صبغات ومن غير اي حاجه، بدخله على جهاز الاشعه واعمل له سبايرال سي تي. ده جولد ستاندرد بروسيجرز في حالات الستونز، وخاصة لو هو في الأكيوت ستيج، لو هو جاي لك بأكيوت رينال كوليك بديله أنالجيزيك وأول حاجة كنترول البين، بعد كده أبتدي أعمل له سبايرال سي تي وزاوت كونتراست. ده من أهم الفحوصات اللي إحنا بنعملها. كنا زمان بنعمل حاجة اسمها أي في بي أو أي في يو انترافينوس يوروجرافي. تقريبا ما عدناش بنعملها، يعني يمكن في الفترة الأخيرة نادرا ما بنطلب اي فيو. ليه ما بنطلبش الاي فيو؟ لانها اول حاجه بتحقن فيها كونتراست اللي هو اليوروجرافين، نضطر نحقن اليوروجرافين انترافينوس، بعد كده اليوروجرافين ده يبقى اكسكريتد باي ذا كيدني، وهو اكسكريتد في الكيدني بصور يقوم يظهر للكيدني واليوريتر والبلادر. فلو في ستونز هتبان عندي، لو فيها هيدرونفروز هيبان عندي. كان فعلا من الفحوصات اللي كنا بنستخدمها كتير زمان، لكن دلوقتي مع وجود سبايرال سي تي موجود ومتوفر في معظم المستشفيات، فبقدر استخدمه وبيكون اسرع واسهل وما بحقنش كونتراست، لان الكونتراست ديت او اليوروجرافي ليه مشاكل. الاهم المشاكل اللي فيه ان هو ممكن يعمل الرجي، اللي هي ممكن تعمل لي مشكله كبيره جدا. يعني ممكن في تصل اب تو ديث نتيجه الرجي ديو تو يوروجرافين. كمان هو نيفروتوكسيك، عشان كده ممكن لازم قبل ما اعمل الاي في يو لازم اي هاف تو تشيك الكيدني فانكشن تيست. دي يعني بعض المشاكل بتاعه الاي في يو. كمان هو تايم كونسيومنج، عشان كده تقريبا ما عادش حد بيطلبه الا نادرا، او في حاله او في لو انت في مكان ما فيش فيه سبايرال سي تي، في الحاله ديت ممكن نعمل اي بي يو. دي صوره بلين اكس راي كيو بي، ظاهر عندنا هنا حصوه كبيره جدا في الناحيتين، وواخده شكل الكيدني، يعني ماليه الرينال بيلفيس والرينال كاليسيز، وواخده تشوفها كده كانها يعني الكيدني مرسومه، بنسميها ستاج هورن ستون. ستاج هورن اللي هو الوعل. الوعل ده حاجه زي يعني حيوان زي الغزاله كده، القرن بتاعه القرون بتاعته بتكون عامله زي متشعبه، فسموا الحصوه اللي بالشكل ده لانها متشعبه قالوا دي حصوه قرن الوعل اللي هو ستاج هور ستون. عادة الحصوة اللي بتبقى بالشكل ده في معظم الحالات بتكون نتيجة انفكشن ستونز. في معظم الحالات بتكون نتيجة
انفكشنز بس. طب ممكن تكون انواع تانية، ممكن تكون الانواع التانية برضو عادي. ادي صورة اكس راي اهيت فيها ستاج هورن ستون، وبعد ما خرجوا الحصوات ديت الصورة بتاعتها اللي موجودة على الناحية اليمين ديت ستاج هورن ستون بعد ما خرجناها صورتها بالشكل ده. تريتمنت، تريتمنت هنقسمه ميديكال وسيرجيكال. ميديكال تريتمنت، اول حاجة لو المريض جاي لك في اكيوت رينال كوليك، اما يجي في اكيوت رينال كوليك يبقى اهم حاجة وي هاف تو دو سامثينج تو ريليف بين. اكتر الحاجات اللي بتجيب نتائج كويسة انك تدي نان استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، يعني ديت اكتر حاجة بتجيب نتيجة. بدي بارنترا ما ادهاش اورال، ليه؟ لان عادة المريض ده بيكون عنده نوزيا وفومتنج، ما تجيش اديله حاجة اورال اقول له طب خد حباية كذا او اقراص كذا، هتعمل لي مشكلة في لان المريض اصلا بيكون عنده نوزيا وفومتنج فهتعمل لي مشكلة. فانا بدي انجكشن بارنترال انجكشن نان استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز بتجيب عادة نتيجة كويسة. لو ما جابتش نتيجة بعد نص ساعة او ساعة ببتدي ادخل على حاجة اقوى شوية زي مورفين او بيتيدين، دولت ممكن يعني بنلجأ لهم في الحالات اللي يعني مفيش اي استجابة لنان استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. في بعض انواع الستونز وخاصة اللي هي مثلا زي اليوريك اسيد ستونز، لو انا غيرت الميديا اليوريك اسيد ستونز بتكون في اسيديك ميديا. لو انا خليت اليورين الكالاين ممكن الستونز دي تدوب، يسموها كيمولايسيس. كيمولايسيس انا هعمله ازاي؟ بخلي اليوريك اسيد في حالات اليوريك اسيد ستونز بعمل الكالينايزيشن لليورين. الكالينايزيشن بدي للمريض حاجه تخلي اليورين الكالاين اورال، او ايفن بعض الناس يستخدموا يحط قسطره ويحقن فيها، لكن خلينا نقول ان احنا بندي اورال الكلينايزنج ايجنت او يورين الكلينايزنج ايجنت، المريض يمشي عليه لمده اسبوعين ثلاثه اربعه اسابيع بنلاقي الحصوه دابت. يبقى اليوريك اسيد ستونز كنوع من الحصوات اللي هي عاده بتكون ريديو لوسنت ستونز ممكن تدوب لو انا عملت الكلينايزيشن لليورين. لو كان اليوريك اسيد عالي زي معاه جوت، يعني هو عنده هايبر يوريسيميا اسوشيتد مع ان اليورين فيه يوريك اسيد ستون، في الحاله ديت بدي حاجه زي الالوبرينول مع الالكلينايزنج ايجنت. ده ميديكال تريتمنت. طب سيرجيكال تريتمنت بقى او الاذر ميثودز اوف تريتمنت، هنتكلم على يمكن كلنا سمعنا عن تفتيت الحصوات بالموجات التصادميه اللي هو ازويل ASWL. ازويل او ASWL عبارة عن ايه؟ هو اختصار لإكسترا كوربوريال شوك ويف لايسوتريبسي. إكسترا كوربوريال، كلمة إكسترا كوربوريال يعني من خارج الجسم. شوك ويف احنا عارفين الشوك ويف، الشوك ويف اللي هي الموجات التصادمية دي بقى يعني شوية فيزيكس كده، موجات بتعمل ضغطة شديدة جدا، والموجات دي الضغطة دي كأنها بتعمل ضربة أو على الستونز. وكلمة لايسوتريبسي معناها تفتيت أو إن أنا فتت الحصوة دي. طيب يعني هي الفكرة بتاعتها بتيجي الفكرة بتاعتها إن أنا هعمل من خارج الجسم شوك ويفز، والشوك ويفز ديت هقدر أعمل لها فوكسين على الستونز، وهعمل ليكولايزيشن للستونز بالاكس راي، وابتدي اشتغل الشوك ويفز تبتدي تشتغل وتبتدي تتفتت. طيب الحكايه دي تنفع لو هي حصوه يعني في حدود 2 سم، يعني لو حصوه في الكدني حجمها 2 سم او اقل ممكن ان انا اعمل لها تفتيت بالاكسترا كوربوريال شوك ويف. لكن لو هي اكبر من كده هيبقى في عندي مشكله. لو انا الفتافيت اللي هتنزل من الحصوه ديت ممكن تنزل تسد لي الحالب،
وهي نازله. يعني هي الحصوات دي لما هتتفتت هتبقى حصوات صغيره وهي نازله، لو هي حجمها 2 سم فاقل ممكن تنزل مفيش مشكله. طب لو هي اكبر من كده، لو جيت تنزل الحصوات دي هتنزل تعمل لي تقفل الحالب. لما تقفل الحالب الحكايه دي بنسميها شتاينشتراسه. شتاينشتراسه دي كلمه مصطلح كده، يعني بنطلقه على الحصوات لما تقفل لي الحالب، الحصوات الصغيرة بعد التفتيت. هي كلمة ألمانية معناها حصوات الشارع أو ستون ستريت، فديت يعني مصطلح لما تتكون عندي ستونز أو جرافلز أو حصوات صغيرة بعد التفتيت وتقفل الحالب بتعمل لي المشكلة ديت. عشان كده التفتيت ما ينفعش أعمل اكسترا كوربوريال شوك ويفز لحصوة أكتر من 2 سم في الكلى. دي صورة الجهاز اللي بنعمل بيه تفتيت، وهو موجود عندنا في القسم في العيادة الخارجية. المريض بيكون نايم وابتدي اعمل لوكاليزيشن للستونز وابتدي اشغل الجهاز. هل ينفع في كل الحالات الاكسترا كوربوريال شوك ويفز؟ لا، في حاله كونترا انديكيشن، منها لو واحد انا مش عارف المريض عنده سكليتال ابنورماليتيز، ان انا مش عارف انيم المريض على الجهاز، لان لازم اعمل بريسايز localization of the stones. لو انا مش عارف اعمل localization في الستونز نتيجة skeletal abnormalities يبقى دي ما ينفعش نعمل فيها extra corporeal shock wave. او لو واحد very obese او excessive weight، برضه هتكون الحصوة بعيدة نسبيا عن الجلد. اساسا انا هعمل الشوك ويفز فين؟ هعملها بره الجسم. في مريض obese او عنده excessive weight، انا لما اجي احط الشوك ويفز بره الجسم علشان اعمل فوكس على الستون هتبقى بعيده، فما ينفعش. لو مريض عنده اوبيزيتي شديده، المسافه ما بين الستون وما بين الشوك ويف جنريتور هتكون عاليه، بالتالي هيبقى فيها عندي مشكله ان مش هقدر اعمل لوكاليزيشن للستون كويس. كمان لو هي بريجننت ليدي مش هقدر اعمل تفتيت طبعا. لو مريض عنده aortic aneurysm او عنده bleeding disorder كمان انا مش هقدر اعمل تفتيت. وزي ما قلنا من شوية، لو ستون كبيرة جدا في الحجم برضو لو عملنا الفتافيت ممكن تتحول لفتافيت صغيرة، والفتافيت الصغيرة دي تنزل تقفل لي الحالب وتعمل لي مشكلة بعد. طيب، هل ممكن الاكسترا كوربوريا شوك ويفز التقدم العظيم الرائع اننا تعمل تفتيت للمريض من خارج الجسم من غير عملية جراحية؟ يعني حاجة متقدم عالي جدا، لكن ليه بعض الكومبليكيشن. زي اول حاجة الفتافيت اللي هتنزل ديت او الرينال ستونز الصغيرة او الفراجمنتس او الجرافيتس اللي هتتكسر ديت وهي نازلة هتعمل لي رينال كولي، دي من ضمن العيوب. تاني حاجة ممكن تعمل هيماتوريا أو نتيجة الشوك ويفز اللي أنا بستخدمها في الكدني تعمل لي سب كابسولار هيماتوما. كمان زي ما قلنا من شوية شتاين شتراسة اللي هي الحصوات الصغيرة. عشان كده قبل ما ببتدي أعمل شوك ويف في بعض الحالات لما تكون الحصوة حجمها أكتر من سنتي لاتنين سنتي، المسافة ديت بعمل للمريض احط له حاجه اسمها دبل جي. يعني ايه دبل جي؟ حاجه زي قسطره صغيره، هوري حضراتكم صوره في السلايدز الجايه. قسطره رفيعه جدا بحطها تبقى عامله حرف جي في الكدني وعامله حرف جي في البلادر وماشيه في اليوتر. القسطره دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان ما يحصلش اوبستراكشن والستونز الجرافلز ديت نازله. بركبها للمريض قبل ما يعمل التفتيت. طب بركبها ازاي؟ بستخدم المنظار وابتدي اوصل الدبل جي ديت، اوصلها تبقى واصله ما بين الكدني والبلادر ومعديه في اليوريتر، ودي فايدتها ان ما يحصلش اوبستراكشن بعد ما اعمل التفتيت. دي صوره الدبل جي، دي الصوره بتاع الدبل جي وهي صورتها وهي راكبه. لو شفنا صوره الاشعه باين ان المريض مركب 2 دبل جي وبدأت الحصوات تتفتت فعلا بعد ما عملنا له تفتيت. بدأ عندي يظهر في الناحيتين الفتافيت. لو حضراتكم ركزتوا في الصورة هتلاقوا فيه فتافيت حصوات صغيرة نازلة،
جنب القسطرة الدبل جي اللي راكبه. تاني طريقة لاستخراج الحصوات الكلى هي طريقة اسمها BCNL بيركوتينيوس نيفرولايسوتومي، ودي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا هدخل مباشرة عن طريق الجلد على الستون اللي موجودة في الكدني، اعمل لها انسايتو فراجمنتيشن، وبعدين ابتدي اشيل الفراجمنت ديت بفورسبس. يبقى انا هعمل تراك مباشر من السكن على الكدني علشان اوصل الستونز اشوفها بعناية، وابتدي استخدم حاجة تعمل لها تكسير مباشر، وبعدين اما تتكسر ابتدي اشيل الفراجمنت ديت بفورسبس، او يعني لها طريقة معينة هنشوفها. طب وانا اعمل تفتيت مباشر للحصوات دي ازاي؟ بالطريقة دي الصورة اهيت لمنظار داخل مباشرة، المريض ده نايم على برون وانا داخل مباشرة على الكدني بالمنظار وشايف قدامه الستونز، وبعدين يبتدي يعمل تفتيت مباشر للحصوة. بعمل تفتيت بقى باستخدام ايه الحاجات اللي بتعمل عندي تفتيت؟ اول حاجة ليزر. الليزر بيعمل لي تفتيت للحصوة، بستخدم ليزر حاجة اسمها هولميوم ياج ليزر، وفي اكتر من نوع من الليزر ممكن استخدمه، بس اللي موجود عندنا او اللي احنا بنستخدمه حاليا هولميوم ياج لايسوتريبسي. وبستخدمه لتفتيت الحصوة واشيل الفتافيت او الاجزاء اللي بتتفتت بعد كده ببتدي اشيلها. تاني طريقة حاجة اسمها نيوماتيك لايتوتريبسي. نيوماتيك لايتوتريبسي ده جهاز برضو احنا بنستخدمه لتفتيت الحصوة، بيستخدم ضغط الهواء، جهاز بيستخدم ضغط الهواء لتحريك بروب صغير كده. يعني شوفوا تفتكروا حضراتكم الناس اللي بيعملوا لما يكونوا بيكسروا حاجة في الأسفلت عشان يعملوا حاجة في الشارع، في جهاز كده بيبتدي يشتغل بيه. الجهاز ده بيستخدم ضغط عالي جدا عشان يكسر نفس الفكرة، إن إحنا بنجيب ضغط الهواء نستخدمه يحرك بروب رفيع جدا أو صغير جدا، بدخله في المنظار ومباشرة على الستون يعمل تفتيت للحصوة، وابتدي أشيل الفراجمنت ديت. ممكن استخدم الالترا ساوند، وده موجود من فتره طويله، جهاز الالترا ساوند، وبيكون ليه بروب كده متوصل، ووصله على الحصوه مباشره، احطه على الحصوه وابتدي اشغل الالترا ساوند ويفز، يحصل اهتزاز بسيط في البروب ده ويبتدي تتكسر الستونز. طريقه البي سي ان ال او البيركوسينيوس نيفرولايسوتومي هل لها مشاكل؟ ايوه ممكن يحصل منها مشاكل. اكتر مشكله ان يحصل بليدنج يعني وانا شغال، واحيانا البليدنج ده بدخل مباشرة على الكدني احيانا بكون سيفير، واضطر ان انا ابورت البروسيدور وابتدي اقلب سيرجري اوبن سيرجري. تاني حاجة ممكن وانا داخل بالبروب، وانا داخل مباشرة على الكدني داخل ممكن يكون في ادجيسنت اورجان زي الكولون او السبرين او الليفر، ممكن يحصل له انجري عادي، ممكن وارد يعني يحصل انجري. لكن هي طبعا طريقة أحسن، ما كنا بنفتح زمان فتحة كبيرة جدا عشان نوصل للكدني، لكن فنبقى عارفين ليه كومبليكيشن ناخد بالنا منها ونبقى عارفين ازاي نتصرف لو حصلت. الأوبن سيرجري حاليا في المودرن ايرا نادرا ما بنلجأ ليها، تقريبا في 5% فقط من الحالات اللي ممكن نلجأ فيها ان احنا نعمل اوبن سيرجري. زمان كانت هي الطريقه الوحيده المتاحه، دلوقتي زي ما شفنا بقى في اكسترا كوربوريال شوك ويفز لايسوتريبسي، وبقى في عندنا بي سي ان ال، فالاوبن سيرجري دورها اقل شويه مع او اقل جدا يعني، ما عدناش بنستخدمها لانها المريض بيقعد فتره طويله في المستشفى على ما يستعيد وضعه. تاني حاجه اكتر من ان هو هيقعد فتره طويله هيبقى في عندك ووند كبير جدا علشان اقدر اوصل من خلاله للستونز واخرجها جراحيا. ايه العمليات اللي بنستخدمها بقى؟ ان انا ادخل مباشره على الستون على الرينال بيلفيس. رينال بيلفيس ده اللي هو الجزء اللي واصل ما بين الكيدني واليوريتر، الرينال بيلفيس او بنسميه بايلم، فيسموها بايلو لايسو
لايسو يعني ايه؟ لايسوس للستونز، بايلو جايه من رينال بيلفيس او رينال بايلم، ولايزوس اللي هي للستون، اوتومي يعني استخراج، استخراج الحصوه من الكلى عن طريق الرينال بيلفيس. دي اول طريقه اسمها بايلو لايسو لايسوتومي، او ان انا ادخل مباشره على الكدني تيشو اللي هي نفرو لايسوتومي، نفرو لايسوتومي، نفرو لايسوتومي، ان انا ادخل مباشره على الكدني اشوف الستونز او اشيل الستونز. حال لما تكون ستونز كبيره جدا عامله ستاج هورن ستونز زي اللي شفناها، يبقى انا بعمل حاجه اسمها اناتروفيك نيفروليثوتومي. اناتروفيك ديت ان هو بيعمل فتح كده على الكدني كلها، ان انا اوصل للستونز عشان اعرف اخرجها. لو الكدني ديت نون فانكشن كدني والكدني التانية كويسة مفيش مشكلة، في الحالة ديت ممكن اعمل نفريكتومي، بشرط ان الكدني التانية تكون كويسة. لو الكدني دي نان فانكشن والكدني التانية كويسة ممكن اعمل نفريكتومي. كده يبقى احنا اتكلمنا على موضوع الستونز بصفة عامة، الستون كدني بصفة عامة وركزنا عليها، واتكلمنا على نظريات تكوين الستونز، واتكلمنا مع حضراتكم تاني على اسباب الستونز وانواع الستونز، وبعدين اتكلمنا الاعراض وايه الانفستيجيشن وطرق العلاج، اتكلمنا في ميديكال تريتمنت، واتكلمنا في اكسترا كوربوريال شوك ويفز وبي سي ان ال واوبن سيرجري. ومتشكر جدا جدا لحضراتكم، ولو فيه اي استفسارات على اي حاجه في الحاجات اللي قلناها فاحنا ان شاء الله نكون مستعدين، وانا اتواصل مع حضراتكم من خلال الجروب اللي هيكون موجود، هنتواصل بيه ان شاء الله. وباقي ان احنا نتكلم في عجاله بعد كده ان شاء الله في المره الجايه او في الفيديو الجاي على حصوات الحالب وحصوات المثانه، هنتكلم عنهم في عجاله شديده ان شاء الله في المره الجايه ان شاء الله. شكرا جزيلا، ونشوفكم ان شاء الله على خير.